Bonjour Agir, معكم مدام مها. Je suis à la page 90-91, production orale, unité 5. أنا بالوحدة الخامسة بالتعبير الشفهي بالصفحة 90 و91. كان عنوان وحدتنا الخامسة هو او ترافاي، عن العمل. درسنا كان عن العمل، وظيفة وكيف منلاقي عمل، وان شاء الله الغد انتو كمان بتلاقوا عمل. خلينا نشوف البرودكشن اوال، بدنا نتدرب على الشيء اللي تعلمنا عليه بالاستيعاب الشفهي. عندي هون Le nouveau diplômé et la personne qui a obtenu récemment son diplôme. Il doit se préparer au monde du travail. إذن le nouveau diplômé هو الخريج الجديد. الخريج الجديد هو الشخص يلي نال حصل على الشهادة الجامعية. Son diplôme, شهادة جامعية. Il doit se préparer, لازم يحضر حاله au monde du travail. أكيد الشخص المتخرج لازم يحضر حاله على سوق العمل، وما رح يلاقي العمل بهالبساطة. لازم يقوم بعدة إجراءات، لازم يشوف شو هي الإجراءات اللي لازم يعملها، كيف بيحضر حاله. Les langues étrangères, لغات أجنبية. Un stage professionnel, دورة تدريبية. Une lettre de motivation, دورة تدريبية يعني شو مجال اختصاصه، بيعمل دورة حتى الشيء اللي بنتعلمه بالجامعة هو شيء نظري، لازم يتعلم عن الشيء العملي، كيف، لأنه ما راح يتسمعونا بالشغل لما بنتوظف وبنشتغل. ما بتسمعونا الشيء اللي درسناه، لا، لازم نطبق الشيء اللي درسناه بشكل عملي. فالدورة التدريبية هي اللي بتخلي الشخص يتدرب على الشيء اللي بده يمتهنه بعدين. وطبعا اللغات الأجنبية ما بقى تكفي لغة واحدة أو تنتين، لازم الواحد صار يعرف أكثر من ثلاثة إذا كان رايد يلاقي شغل لحاله. Une lettre de motivation يعني رسالة تحفيز. أنا بقدم على شركة، لازم أكتب لهم برسالة، مو أترجن أن الله يخليكم عينوني، لا، لازم أقول لهم أنا حتى ليش حتى يختاروني أنا مو غيري، لازم يكون في عندي شيء ما موجود عند غيري بهالرسالة أنا لازم أكتبه، أحمسهم. رسالة تحفيز موتيفاسيون يعني أشجعهم على أنهم يختاروني إلي بالذات، لازم يكون في عندي ميزات في أدائي خاصة لحتى هنن أعرفهم عليها لحتى هنن يختاروني إلي. ولازم أفكر كمان أنا بالانتروتيان دامبوش، شو هو لقاء العمل، كيف بتكون مقابلة العمل، شو هي. أنا ما بس أنه باخد سيفيتي وبروح لعندهم بقلن قابلوني، لا، في أصول لمقابلة العمل. لازم أطلع وأشوف كتير فيديوهات يوتيوب، أشوف كيف بتصير مقابلة، شو هي طبيعة الأسئلة اللي بتنطرح، شو لازم تكون بشخصيتي متوفر، بمظهري شو كان لازم يكون متوفر لحتى أخذ فرصة أكبر بإني أنقبل بالعمل. كمان لازم أراعي، أحضر نفسي على لي بيزوان دي زونتربريز، شو هي احتياجات السوق، الطلب شو، شو احتياجات العمل، شو هي المتطلبات، شو عم يطلبوا حاليا. وكمان السي في لازم تكون عندي سيرة ذاتية تبعتي، أنا أكون عامل سيرة ذاتية وفق الأصول، طبعا كله له أصول، وما بكتب بشكل عشوائي، أكتب فيها المعلومات الهامة ولا تكون مقتضبة ولا تكون كتير موسعة، بشكل ترضي الجهة اللي هي بدها تعيني. كمان لازم أكون أنا متحضرة لـ موين دامبوش، شو هي وسائل التوظيف، شو بتكون، إما أونلاين، إما بتكون على الإنترنت وسائل التوظيف، إما على الإنترنت، إما لابريس إكريت مكتوب بالصحافة المكتوبة، أو بالبيتي زانونس الإعلانات الصغيرة. إذن هدول سون لي بريباراسيون بور أن نوفو أمبلوا، لحتى نكون جاهزين للعمل لازم تتوافر كل هدول عندي، أكون فكرت فيهم باللغات
بدورة تدريبية، بلقاء العمل، السيفي تكون جاهزة، عملت رسالة تشجيعية لإلهم، شو هي متطلبات السوق، وين أنا بدي أقرأ الإعلان وكيف بدي أكتبه، وين بدي أبحث عن العمل، شو هي وسائل التوظيف، هذه كلها لازم أعرفها. Pour aider ce nouveau diplômé, لحتى نساعد هذا الخريج الجديد، هذا اللي هو هون، كومبليتي لي كونساي، اكمل هذه، سو سون دي كونساي، عندي 8 كونساي، 8 نصائح، لازم اكفي هالنصائح التاليه، اون بروفيتون دي دوني سي دوسو، هالاعلان، هالمعلومات اللي فوق، لازم احطها تحت، تتحول هالجمل هدول، هالعبارات، الى نصائح. أقدمها لهالخريج الجديد لحتى أساعده أقدم له هالنصائح، فأنا بدي أرفع من العبارات الموجودة فوق أنزلها أكتبها هون، يعني مثلا هون الفو أسيستي أ، يجب أن تحضر، شو بدي يحضر؟ أقول له مثلا أن ستاج بروفيسيونيل، لازم تحضر دورة تدريبية. Il est nécessaire de rédiger, لازم تكتب، ممكن اقول له ان سي في، سيرتك الذاتيه، وممكن اقول له اون ليتر دو موتيفاسيون، رساله تشجيعيه تحفيزيه. Il est indispensable d'apprendre, من الضروري انك تتعلم دي لونغ اترانجير، لغات اجنبيه. على حسب العبارة بحط الجملة. Il est préférable de connaître, مفضل انك تعرف مثلا لي بيزوان دي زونتربريز، شو هي متطلبات السوق، متطلبات الشركات، شو عم تطلب الشركات، المؤسسات. Je vous conseille de régler clairement، بطلب منك انك انت تكتب سي فوتر سي في، سيرتك الذاتيه بشكل واضح، تكتبها بشكل كويس. بنصحك بكتابة سيرة ذاتية تكون واضحة. Il faut s'informer sur، لازم تستعلم عن مثلا les moyens d'embauche، شو هي وسائل، هي وسائل التوظيف. Se préparer à، لازم تستعد، تستعد لشو؟ تستعد à l'entretien d'embauche، للقاء العمل، لقاء بدك تقابله. Est très important، كتير مهم هاللقاء العمل، استعداد له هو شيء مهم جدا. سوي اتنتيف، كن منتبها، ان ريديجان فوتر، وانت عم تكتب اما فوتر سي في، اما سيرتك الذاتيه، واما فوتر ليتر دو موتيفاسيون، رسالتك التشجيعيه. اذا سو سون دي كونساي، هون هدول ناقصين، بس لما بكفيهم بالعبارات اللي فوق بتكمل النصائح. خليني اشوفهم مكملات. Voilà. Il faut assister à un stage professionnel. لازم تحضر دورة تدريبية. Il est nécessaire de rédiger une lettre de motivation ou un CV. Il est indispensable d'apprendre les langues étrangères. Il est préférable de connaître les besoins des entreprises. Je vous conseille de régler clairement le CV ou votre CV. Il faut s'informer sur les moyens d'embauche. Se préparer à l'entretien d'embauche est très important. Soyez attentif en rédigeant votre CV ou votre lettre de motivation. كيف بنصح، كيف بقدم النصيحة، بقول il faut assister à، لازم تحضر، il est nécessaire de rédiger، لازم تكتب، ضروري تكتب، il est indispensable d'apprendre، لازم تتعلم، il est préférable de connaître، يفضل انك تعرف، je vous conseille de régler clairement، بنصحك بكتابة واضحة، il faut s'informer sur، يجب ان تستعلم حوله، se préparer à، تستعد لي، soyez attentif en rédigeant، وكون منتبه وانت عم تكتب. هدول كلهم مثل ما بننتبه شايفين، عندي سوجي فيرب مصرف بعد زائد انفينيتيف بلس انفينيتيف، بريبوزيسيون
دايما هذا هو التركيب، هي عبارة اللي ببدأ فيها بالنصيحة اللي نسسخ من الضروري اللي انديسبونسابل كله اللي بريفيرابل أو جو فو كونسي il faut il ne faut pas، هذه كلها عبارات لحتى نقدم النصيحة إلى شخص. On passe à la page 91 صفحة 111 صفحة 91. Voilà mes outils وسائل التعليمية pour apprendre pour donner des conseils voilà des locutions verbales لحتى أعطي نصائح هي هي بعض العبارات il faut plus infinitif il faut بيجي وراها فعل بالمصدر أو il ne faut pas يجب أو لا يجب il est indispensable de plus infinitif من الضروري أن مع مصدر il est nécessaire de plus infinitif من الضروري مصدر il est préférable de يفضل plus infinitif je te conseille de infinitif هدول كلهم pour donner des conseils لحتى أعطي نصيحة أي واحدة من بيناتهم حتى أعطي نصيحة on peut utiliser aussi ولحتى أعطي نصيحة بقدر كمان بستخدم le mode impératif بالأمر يعني بعطيه الأمر بدل ما أقول له من الضروري وبنصحك وكذا أو بستخدم بس الانفينيتيف لحاله يعني استخدام الانفينيتيف لحاله كمان بيعطيني فكرة أنه أنا عم بعطي نصيحة B Vous êtes spécialiste et vous allez répondre à la question de ce nouveau diplômé. Vous allez envoyer un message vocal via WhatsApp pour lui donner 5 conseils pour se préparer et obtenir un emploi. أنت متخصص وستجيب على سؤال هذا الخريج الشاب ce nouveau diplômé الخريج الشاب vous allez envoyer un message vocal via WhatsApp هو بعت لك رسالة على الواتساب اسمه بول وانت بدك ترد عليه برسالة صوتي طبعا نحن رح نكتبها كتابة لحتى تعطيه 5 conseils 5 نصائح نستخدم فيها العبارات السابقة اللي قريناها ونضيف من عندنا النصائح لحتى نساعده نعطيه نصائح pour se préparer لحتى يستعد et obtenir un emploi للحصول على عمل أساعده لحتى كيف بلاقي بدي أعطيه نصائح لحتى يلاقي عمل نشوف المساج تبعت بول بونجور هلا هو بعت لي اياه وانا سبيسياليست انا متخصص بونجور j'ai obtenu mon diplôme en lettres et maintenant je cherche un travail à votre avis qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un emploi بعت لي عم يسالني قال لي صباح الخير انا اخذت شهادتي الجامعيه في الاداب j'ai obtenu mon diplôme en lettres حصلت على شهادة جامعية في الآداب والآن je cherche un travail عم ببحث عن عمل à votre avis برأيك qu'est-ce qu'il faut faire شو لازم أعمل pour trouver un emploi لحتى ألاقي وظيفة رح رد عليه كتابة وتشوفوا أنا شو كتبت له طبعا استعنت بالجمل الموجودة بالعبارات نفس الموجودة بدرسنا ما في شيء من عندي من برا قلت له Bonjour jeune homme. Pour trouver un emploi, il faut se préparer. Il faut suivre quelques conseils et voilà quelques-uns. Il est nécessaire d'assister à un stage professionnel. Vous devez être attentif en rédigeant votre CV. Une lettre de motivation est nécessaire. Essayez d'en écrire une. N'oubliez pas de vous préparer à l'entretien d'embauche. Dans votre cas, il est indispensable d'apprendre des langues étrangères. J'espère que vous aurez l'emploi dont vous rêvez. إذن قلت له صباح الخير أيها الشاب لحتى تلاقي عمل
الفو سو بريباري، لازم الواحد يستعد، حتى الواحد يلاقي عمل لازم يستعد، لازم يتبع بعض النصائح. وها هي بعضها، كلكزان يعني كلك كونسي، بعض النصائح. تنن طلبوا مني 5، انا حطيت لهم 5. قلت له الي نيسيسير داسيستي ان ستاج بروفيسيونيل، ضروري انك تحضر دوره تدريبيه، من الضروري تعمل دوره تدريبيه. قلت له فو ديفي اتر اتنتيف ان ريديجان فوتر سي في، لازم تنتبه وانت عم تكتب سيرتك الذاتيه. 3، une lettre de motivation est nécessaire. Essayez d'en écrire une. رسالة تشجيع تحفيز ضرورية، حاول إنك تكتب وحدة. en écrire une يعني écrire une lettre de motivation. 4، n'oubliez pas de vous préparer à l'entretien d'embauche. لا تنسى إنك أنت تستعد للقاء العمل، تهيئ نفسك. 5، dans votre cas في حالتك، لأنه هو قال أنا خريج آداب، dans votre cas في حالتك il est indispensable ضروري d'apprendre تتعلم des langues étrangères لغات أجنبية. وبالأخير قلت له j'espère بتمنى آمل que vous aurez l'emploi إنك تحصل على الوظيفة dont vous rêvez اللي أنت عم تحلم فيها. بعيده bonjour jeune homme pour trouver un emploi il faut se préparer il faut suivre quelques conseils et voilà quelques-uns il est nécessaire d'assister à un stage professionnel. Vous devez être attentif en rédigeant votre CV. Une lettre de motivation est nécessaire. Essayez d'en écrire une. N'oubliez pas de vous préparer à l'entretien d'embauche. Dans votre cas, il est indispensable d'apprendre des langues étrangères. J'espère que vous aurez l'emploi dont vous rêvez. J'ai fini la page 91 وصلنا على الكومبريونسيون دو ليكري الاستيعاب الكتابي. كانت معكم مدام عبد الكون. Au revoir, à la prochaine fois. Bye bye.